مرحبا بكم إلى فقرة زوم المغرب الكبير، ونخصصها للدخول الاجتماعي بالمغرب الذي يتميز هذا العام بتزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى، وهما مناسبتان تضغطان على الأسر المغربية التي تضطر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها خلال الفترة التي تعقب عطلة الصيف. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد محمد أحسين، وهو رئيس جمعية حماية المستهلك بالقناطرة. سيد أحسين، مساء الخير، أهلا بك معنا في ميدي أن تي في. مساء الخير الإخوان الكرام. أي خصوصية سيد أحسين يكتسيها في رأيك الدخول الاجتماعي هذا العام بالمغرب، وكيف تدبر الأسر المغربية هذه النفقات التي ذكرنا؟ وهو في الحقيقة هذه السنة وخاصة هذه السنوات الماضية الثلاث كتكتسي واحد الطابع شيئا ما من الناحية الاجتماعية صعب على الأسرة المغربية وعلى المستهلك المغربي، خاصة وأن هذا العام بالضبط كتلقى عليه ثلاثة ديال الأحداث متتالية، كاين العطلة وكاين كذلك الدخول المدرسي ثم العيد الكبير. فمن خلال الإحصائيات اللي قمنا بها وأنا في مارتيل وبالصدفة جمعت واحد ثلاثة ديال لي كاتيجوري ديال لي كلاس سوسيال، خديت غير الناس ديال 3300 و 3500 درهم، الناس اللي عندهم سالير ديال 3300 و 3500 درهم. فالسؤال هذو كانت العينة تقريبا عندنا فيها 120 واحد، سولناهم على شحال ديال المصاريف اللي طلبات منكم العطلة ديال الصيف، كيعاود لينا آخرهم قال لك صرف 3500 درهم، زيادة الدخول المدرسي شحال كيمشي لك؟ آخرهم قال لي لا ما خسرش في الدخلة ديالي عندي 3000 درهم، والعيد شحال كتاخذ؟ قال لي لا ما خديتوش ناخذه ب 2500 درهم. إلا درتي غير عملية حسابية وقارنتها مع المدخول الشهري ديالو يستحيل أن هذا المواطن المغربي كيف يتدبر أمره المغرب. سيد حسين، إذن في ظل هذا التفاوت ما بين المدخول، التفاوت كبير ما بين الدخل والمصاريف، كتلقاه يجبر على انه يمشي ياخذ قرض للاستهلاك. نعم. والان الى مشيتي دير عمليه حسابيه كذلك، هذه معد المرجعات من السفريه، مشيت عند الاخوان ديالنا ديال ثلاثه ديال الابناك وسولتهم نفس السؤال، قلت لهم فوقاش كيكون عندكم الاقبال على القروض؟ قال لك الان راه حنا عندنا واحد لو بيك ديال القروض لا يتصور الاستعداد ديال الناس انهم يواجهوا العيد الكبير ويواجهوا الدخول المدرسي ويواجهوا كذلك هذه المساله ديال ربما السيد حسين يتم تسهيل عمليه منح القروض من قبل الابناك للذين يطلبونها، حتى ربما ولو كانت الشروط قد لا تكون مستوفية، هل هذا الكلام صحيح؟ هذه مسألة صحيحة، وكان هناك قروض اللي كتعترض في أقل من 24 ساعة، بمعنى حتى المؤسسات ديال القروض الصغرى ولات ميسرة الأمور للمواطن المستهلك بواحد الشكل لا يتصور بأنه أن المستهلك ولا كيلقى إقبال ويلقى يعني تجاوب ديال هذه المؤسسات للسلف بواحد الشكل غريب وغريب جدا، ولكن حتى كيدخل الدوامة ديال السلف عاد من بعد كنجيو كنلقاو دخل ما يسماش سيغ اونديتمون يعني ولا هذه المديونيه المرتفعه كتلقاه ما قدرش يرجع الديون ديال هذا، كتلقاه دخل في المشاكل ديال الامراض ديال العائله، كتلقاه نطح شي واحد من العائله ديالو بشي مرضى شويه خايبه، كتلقاه وقع في اون كريز هذا، وكتلقى دابا في كل بنكه ما يزيد على 200 حاله ديال سيغ اونديتمون. وشنو هو السبب ديالها؟ وهو هذا تداخل الاحداث رقم واحد على رقم زوج على رقم ثلاثه، والنتيجه هو ان المستهلك المغربي السالير ديالو ضعيف جدا، والاحتياجات اليوميه ديال الوقت كتكون جد مرتفعه، وبالتالي ما كيكونش هناك توافق ما بين الطلب وما بين يعني الحاجيات اللي كاين عند المستهلك. عندما تتحدث سيد حسين على المديونيه المرتفعه لبعض المواطنين، تقصد انهم يصلوا الى درجه من العجز عن السداد. هذا فاش قلت لك هذا ال 200 200 حاله اللي دخل لو دوسي ديالهم الى المحاكم. نعم. بمعنى انهم ما بقاوش دابا دخل المحاكم، بمعنى انهم هاد الناس ما بقاش عندهم القدره نهائيا لانهم يسدوا القروض ديالهم، وبالتالي المؤسسات ديال السلفات لقات راسها اوبليجي ان الملفات ديالهم تدفعهم الى المحاكم. وفي هذه الحالات سيد حسين، هل هناك اعتبارات لبعض الحالات
بالنسبة لوضعية المواطن الذي قام باقتراض مبلغ ما لربما تفهم وضعيته ومنحه فرصة لكي يسدد ما عليه من ديون بطريقة يعني مدروسة؟ والقانون 31.08 واضح في هذا الأمر. هذا الآن غير ما عرفش أنا كيفاش المؤسسات ديال القضاء ما زال ما بغاتش تفعل هذا الأمر هذا. الآن لما كيدخل واحد المستهلك في خانة ديال عدم القدرة على الاستهلاك يا إما كيوقفوا ليه داك يعني المديونية وكيبقاو يخليوه حتى يتنفس شي شوية ويرد الدين اللي عليه، يا إما كيزيدوا يمددوا ليه في يعني في المدة ديال التسديد وكيولي السداد كيولي كيتماشى شيئا ما مع القدرة الشرائية ديال المواطن. وكاين كذلك يكون هناك الإمكانية ديال العفو النهائي على ذاك المستهلك لحالة بعد ما كتكون هناك دراسة معمقة للحالة الاجتماعية ديالو. فهذا الأمر هذا اللي كاين في القانون 31.08 مازال لحد الآن كنشوفه معطل، وبالتالي نحن في مسمى بلادواي كنحاولوا نوصلوا الشكاية ديالنا إلى أساس أن هذا البند في القانون ديال حماية المستهلك خصو يتفعل وفي أقرب الأجل باش ما نخليوش المغاربة مساكن يتخبطوا في هذا الأمر ديال المديونية المتوالية. طيب سنعود إلى دوركم كجمعيات سيد حسين، ولكن فقط سؤال يتبادر الذهن بالنسبة للعينة التي قمتم بإجراء دراسة بخصوصها، أين تكمن الأولوية عند هؤلاء الأشخاص الذين التقيتموهم؟ هل العطلة أم الدخول المدرسي أم العيد؟ أو كيف تترتب الأمور وتتوزع؟ يصعب عندنا سمعتوا ان يكون هناك واحد الفصل ما بين هاد ثلاثه الامور. كيكون الاب مجبر على انه يدي الوليدات العطله، ومجبر على انه يدخلهم المدرسه، ومجبر على انه يشري لهم الادوات المدرسيه، ومجبر على انه يشري العيد، وبالتالي كيبقى كما يقول المثل مجبر اخوك لا بطل. هذا الامر هذا فيه اجباريه مطلقه، واخا يبغي يتملص الاب من المسؤوليه فكتلقى هذا الامر تابعه وبالتالي كيكون مضطر الا انه يدخل في المديونيه ويدخل في المشاكل اللي كما كيقولوا كيولي داخل في السيركل فيسيو يصعب انه يخرج منه. وبالتالي هنا فين كنقولوا بانه دائما كنرجعوا للقانون 31.08 خصو يتفعل باش نشوفوا كيفاش يمكن الاسر المغربيه تدوز هذه المراحل هذه بدون ما يكون هناك واحد العبء واحد الثقل على الكاهل ديالها. طيب في هذا الاطار كيف تواكبون كجمعيات لحمايه المستهلك هذه الظاهره وهذه الصعوبات؟ بماذا مثلا تنصحون الاسر لتدبير هذه الفتره سيد حسين؟ هو في الحقيقه كما كان واحد من غير الوالدين ديالنا الله يرحمهم هو في الوقت كتلقاه كان كيشد ان سالير كما كيقولوا ان ميزيرابل سالير، ومع ذلك كتلقاه كيخلي واحد شويه كيقول لك على دوائر الزمان. كتلقاه كيشد واحد مازال عقل واحد الحالات كيوفر ليه واحد شويه يوفر واحد شويه وكيخرج العطله من داك الشيء اللي وفروا كيستافد منه وبداك الشيء اللي من داك التوفير كياخذ يخرج منه المدرسه و و و هذه من جهه. من جهه اخرى كانت المدرسه كذلك كتشوف تراعي الحاله الاجتماعيه ديال المواطنين. فحنايا كنا كنقراو بالدفتر ديال 24 وقراءه وقلم الرصاص، وكانه دابا الان اذا ما شراش التلميذ داك 13 كيلو ديال الادوات راه يستحيل انه يكون عالم، ويستحيل انه يكون قاري، ويستحيل انه يعرف المستجدات ديال ما يجرى في العالم. دونك هاد الامور بالنسبه ليا امور ثانويه. لو اننا تكون عندنا خطه من يعني استباقيه كيفاش خصنا ناهلوا الوليدات ديالنا الى مستقبل فيه العلم وفيه المعرفه بدون ما يشري 13 كيلو ديال الكتوبه او 15 كيلو ديال الكتوبه. هذه في المساله الثانيه. وبالنسبه للاعياد كان هناك المساله ديال اننا كنا كنعيدوا جماعه العائله كلها كتجمع الاخوان كلهم كيتجمعوا في دار ويشريوا خروف واحد ويتعاونوا عليه. كيقول لك الحميه كتغلب السلع. لو اننا كنا كنجمعوا كنشريوا خروف واحد الخوت كاملين وكنسقطوا على اللي ما عندوش على اللي عنده، وغنلقاو بهذا التضامن الاجتماعي الامكانيه في اننا نخرجوا من هذا لو سيركل فيسيو اللي ولا كيخلي الناس مساكن كيعيشوا ويلات ومصائب يوميه كتخليهم كيحشموا
انهم يتلاقى مع ذاك السيد اللي مسلفه او لا يتلاقى مع مول البنكة او لا يتلاقى. نعم. فهذه الامور يجب ان تدبر في الخروف مثلا في الحقيقه استاذ حسين يبقى اضحيه وسنه وكذلك يعني صدقه في النهايه. صح لما كتكون عندك هذا الايمان ديال انك هذا سنه ولكني لابد من انك يعني تاخذها بعين الاعتبار كانها سنه ممكن انني نتفاداها اذا كنت في حاله لا يعني ديال العجز. فهذه امر من الامور اللي ممكن ان تخلي الانسان يخرج منها ولكن لما سولنا هذا الناس هذو اشنو كيقولوا تيقول لك اودي ماشي انا اللي كنعيد راه الوليدات اللي كيعيدوا الوليدات كنقول الله يفرحوا. طبعا العيد هو فرحه السنه الكبرى بالنسبه للصغار والكبار على حد سواء. الله يكون في عون الجميع. الاستاذ محمد حسين رئيس جمعيه حمايه المستهلك بالقناطره نشكرك جزيل الشكر على مساهمتك معنا ضمن غرفه الاخبار التي تتواصل معكم مشاهدينا الكرام. القاكم بعد لحظات.